أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسو دواد ورار كي يقدم بيهي ويرار سببي دمشي داواع وكدا عاي مقالة قرعيل إسلامر كاسيني أرور كهلسون والجماعة أيا حبسيق كلب بحضي حق هالكاسيكو حرنا ساكي أرور نمدي أياي إهيد مركي كوحو بيسان أو لرو ميسان يهي إن أي كتير سيهين حوقق أهلو سونا والجماعة أي ويرن حوققن كسو قادين سالديك بوليسك دقمدا قرعيل إي قوبالك قلقدود يدو هالكاسي اسكور إماد كوبان كده مري كوح ديوهو بيسناد إيو عيدمدا بوليسك أها إي كسوغنا سالديكاسي سيدا لحقيجي يدقالك اللبدا دينا وحا كده شاي دمشا يدا وحال أسكري أو بوليس أهي أياكو غيريو دي هالكاميد كلانا وكدا وعمي سيدو كلا ور ايا شيغ يا ان كوحدي ورر كسو قادي اي كلا بحين حبسيغ سلدق افر محبوس يدو لتل مامي ان اي لا اذين ديگان كبهول او فريسين حوغن او احوغق اهلوسون والجماعة ارنتان ايا امو قتمد دو سعوتا شير جرايد او دقمد قرعيل كو قبطي دوان تليها سلدق بوليس كا دقمد هاسي اساقو اررق اهلوسون او ديگي قرعيل ان اي اسك سو قلان امر لاان وحانا او حسي ان تاسي اي كحيغان دقال حوغن سي كستوها أهاتي أمر كاسي كسو بحي تليها كدب عيدن كأهل سنة والجماعة يا وير حوقن كسو قادس لمر كاسينا رق حبسيك كحرنا أي فرتين لنا عكال اللفتة قرين أو حلك قادس إيا مقا عابي سمي يي مدح وينها دولة قوليت كوفر قلبيت مداني عبد عزيز حسن محمد لفتة قرين أو وريكتو عصوب سو ساري أي سمي يي حلك قادس إيا مقا عابي سلفتة قرين أي حلك كقادي قدوميه مامول كقبل كشبيل لغوصة مداني محمد عبد الرحيم نور إساق أو مقا عابي متكلا عصوب إبراهيم آذن علي النجح أي مركي ستحاد لو مقا عابي إنو نقضو قدوميها قبل كشبيل لغوصة او هاتان اه وزيركا دلن يرادا ايو عيارا كوفر قلبيت قدوميا حلكا لغا قادي اي محمد عبد الرحيم ايا هاتان كم مقان دلك ديبا ديسا وحونا حلكا هاي مدى كوبان إلا ايو حدا ما عدا سبب ترسمي قاهي اي حلكا لغا قادي قدوميه هوري وحاسا وريكتاد لغو شيغي اني مهيمة دو تهي دردر قلين تهولها مامول كاسي اسبدلك لغو سميه مامول كقوبل كشبه لده هوسي ايا مرار بدن سو نخ نخدي وحانا مدى السند كير اسكو بدلي سدح قدوميه او كلا اه نجح سيدي ايا محمد عبد الرحيم نور او هاتان حلك لغا قادي شبه لده هوسي او اه قوبل بلارن اسلام مركاسينا عانكو اه وحصو سار كبيرها ايا لعير عير يا ديباتوين اسبير سدي وحانا او قدرن هول قلدا اوركا على شباب اما با اوركا على شباب ايا وير حوغن هالكاسي كجيسدا دينا عكلا قدقي لو حل ساري قيمين تقر بهاري او ورصو ساري قدقا او رئيس الوزاري محمد حسين روبلا او حل ساري سو قيمين تحالة دا ديگان دو رشد اللبا دي جبلان قر بهاري ايا قاري مقالة كسمايو يكوبل كجبل حوسي قدوميها قدقا سي عمر محمد عبدالله او ورباهن تلا حدلي ايا فافاهن كبحيي قرشاه سعودال كوري كسمايو اساقو حسي ان قر بهاري اي اسي قد بدونان وفدقان هردع واي وحا إمانا يا حبنا كالي او أنسوغينا وحانا لكل مدونا مدح وينها جبلان إيا دادك كالي إيا دانا يا دورشة دا قربها الرأي إيا كسوغان كسمايا أيو يريق الدومي عمر محمد عبدالله وحا وشاق إن واجبات اللو إقمدي إيا كو آدان قيمة إنتا إن دورشة كدعي كرتو قربها الرأي أوكو كوبان يهي سداح قضب أوكالا أخ قيمة إنتا حالة دا أمني أغابك اللغو قبانا يو دورشة دا إيو حق أرورين لغو سمينا يو أراكتية دا كلا دوان إيدادك ديگان كا دورشة دا سيسكا له مركي آن هو شاسي سو دمينو أيان دادك سوماليا دو سو قدبين دونا وحي دميستيران انتا كهو ريسا مجيريسو إن ميشي آن تقنبا وحان كلا كولانو آن إذلنا سو وداغنو مركي آن سو سارنو وربحين تاسي وحان كلا نقن دونا مدح دي نوحل سارتي باريتان كايو يري قدومي عمر محمد عبدالله ايا سيدو كلا شيغي ان مركي اي كسو دمادان كلا مدى اي لا يلان ايان احمد مدوبي اي حبنها كلا اي كسوغان كسمايو اي او قدبي دونان قربها الرأي سيكستبها اهاتي دوهان محمد عبدالله فرماجو ايا قبل كاسي قوضون قليي اسلام مركاسينا ما ملك جبلان ايو كحاران تنميي هسا اهاتي دورشاد سيدو لوغو قبن لها ايو رئيس الوزارة محمد حسين روبل او حلساري قدي اسلام مركاسينا وحا او دون ايا ان هالكاسي دورشا اي كدعضو لكن قربها الرأي وحا ديدان ان لماامولو دوهان محمد عبدالله فرماجو ما دام قبيل كي سيدقيهين هالك احمد مدوبان او ليهي قربها الرأي انيقا ايا ماامولو دورشا لنا انيقا ايا ماامولا يا فضلا دب او داور كيني هوري اي علان سيدا ميديا حق حساسية فهد ياسين او سي عربون تيحل علوس ان لو مقعاب الدولة دو فدرالك صوماليا قار اهان قدومي كوحيقين كوباد بارلمانك فدرالك صوماليا فلا صوماليا او قود لابي او ديك تيشير قل او كل من كرسم عديس مستقبل كمدحتين مدهير شبالي
Ankor Raya Fahd Yasin Haji Daahir oo loog yahay in la hor istaagan yahay sax ahaanshihiisa kursiga golaha shacabka ee todobaadyadii hore uu ku soo baxay ayaa hadda waxa uu sii carboontay xil uu ku qaban karo dawladda cusub kursiga sumadiisu yahay Eber 86 uu ku soo baxay Fahd Yasin ayaa la diiday oo kor loo hayaa natiijadiisa la shaaciyay balse isaga ayaa ku adkaysanaya inuu si sharci ah ku soo guuleystay beeshiisana ay taageersan tahay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Qadiije Maxamed Diirye ayaa si aan gambasho lahayn u sii sheegtay in guddoomiye ku xigeenka koowaad golaha shacabka baarlamaanka 11aad uu yahay Fahd Yasin Haaji Daahir haddaba barteeda Facebook ayaa waxa ay ku soo qortay gudoomiye ku xigeenka koowaad ay u dhiman tahay dhaarta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Fahd Daahir Axmed ayaa ku soo qortay Qadiije Maxamed Diirye dad badan ayaa shaki ka qaba arrintani inay dhici karto balse waxay Qadiije hadalkeeda sii xoojinaysaa sida ay nabad iyo nolol u doonayso xasaanad inay uga safto shakhsiyaadka ay isleedahay culays ayaa wajahaya tani ayaa loo fasiran karaa in awood ahaan gudoomiyaha baarlamaanka ay la wareegi doonaan nabad iyo nolol marka loo eego mursal Fahd iyo Mahad Cawad haddii aysan xisaabta sida la isugu dhuftay ay wax iska bedelin haddii sidaasi ay dhacdo waa mid iska cad in farmaajo xukunka dalka lagu soo celin doono maadaama aqlabiyadda baarlamaanka ay saaxiibadiisa ku fadhiisanayaan shukaamin codka mudanayaasha golaha shacabkana ay olole uga dhex samayn karaan si kastaba ha ahaatee Dilaaga Qosla ayaa iminka loo sii saadaalinayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa booskii Master Muuday laga tuuray isla markaasina Fahd ayaa halkaasi ku gambanaya laakiin ummadda Soomaaliyeed Ilaahay waxay ka baryayaan in uusan u sahlin kursigaasi maadaama ummadda Soomaaliyeed dambiyo waaweyn uu ka galay Dilaaga Qosla Fahd Yasin dhinaca kale madaxweynaha Hiil Shabeelle ayaa wajahaya cadaadis xooggan oo kaga imaanaya madaxtooyada Soomaaliya oo ku aadan inuusan liiska musharaxiinta xildhibaan ku soo darin xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi kursiga 135 oo ay ku fadhiso Aamina loona yaqaano kursiga cadaaladda ayaa ka mid ahay 11 kursi oo guddiga doorashada Hiil Shabeelle ay shaaciyeen kuwaasi oo lagu dooran doono magaalada Baldweyne hase yeeshee sida ay ogaatay calansida meediya waxaa jira cabsi xooggan oo ku aadan in xildhibaan Aamina ay kursigaasi weyn doonto iyada oo filla Soomaaliya ay ka go'an tahay inaysan dib u soo laaban dagaalka madaxtooyada ee ka dhanka ah Aamina ayaa ka dhashay cadowtooyo ay xildhibaanada ugu qaadeen sida ay dagaalka ugu gashay inay cadaalad hesho Ikraan Tahliil Faarax oo ah gabar ka tirsaneyd hay'adda NISA oo la la'yahay muddo 8 bilood ka badan taasi oo dilkeeda lagu eedeeyay saraakiil ka tirsan hay'adda NISA xildhibaanad Aamina oo Ikraan Tahliil ku matasha baarlamaankii dhammaaday kana soo jeeda beelweynta Gaaljecel ayaa muddadii aadka loo hadal hayay kiiska ay ahayd isha keliya ee xogta siisa shacabka iyo warbaahinta aadna u garab taagneyd qoys Ikraan Tahliil waxay sidoo kale si aad ah u dhaliili jirtay madaxtooyada iyo hay'adda NISA oo ay ku eedeysay inay Ikraan ku maqan tahay gacantooda sida aan ognahay filla Soomaaliya ayaa kursigaani u rabta Cumar Faaruuq Cusmaan oo ah xogayaha ururka Nusaj ee saxufiyiinta Soomaaliyeed si kastaba beesha Gaaljecel ayaa la rumaysan yahay inay 100% garab taagan tahay xildhibaanad Aamina inkasta aan la ogeyn haddii taasi ay Cali Guudlaabi ka hor istaagi doonto inuu u hoggaansamo rabitaanka filla Soomaaliya xildhibaano aqoonyahanno iyo siyaasiyiin badan ayaa ka digay in Cali Guudlaabi uu sumcaddiisa ku dhaawici karo haddii aanu liiska ku soo darin xildhibaanad Aamina oo taageero badan ka haysata shacabka Soomaaliyeed iyo beelweynta Gaaljecel Guudlaabi wuxuu wajahayaa tijaabooyin la marinayo shakhsiyaddiisa iyo hoggaamintiisa ceeb weyn ayuu la kulmi doonaa haddii uu filla Soomaaliya ka aqbalo in la tuuro xildhibaanad Aamina ayuu yiri xildhibaan la hadliyay warbaahinta xildhibaanad Aamina oo haysata taageerada beesheeda keliya balse waxaa raacsan shacabka Soomaaliyeed oo dhan ayuu yiri Guudlaabi wuxuu sidoo kale qayb ka noqon doonaa cadaalad darrada lagu sameeyay qoyska Ikraan Tahliil haddii uu isugu daro in gabadhooda la dilay sidoo kalena la tuuro xildhibaankii garabka u ahayd isla markaasina xuquuqdeeda soo dhici lahayd su'aashu waxay tahay Guudlaabi ma ku sarrifan doonaa sumcaddiisa raalli ahaanshaha filla Soomaaliya dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Dilaaga Qosla Fahd Yasin Haaji Daahir dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.